وجم تجميلي لقرنية العين يغير لون عينيك للأزرق خلال دقائق، فوداعاً للعدسات الملونة. طبعاً هذا الوشم وشم للقرنية، أساساً هو علاج لمرضى تشوه عتامة القرنية، لكنه شهد إقبالاً كبيراً بين الأشخاص المهووسين بالجمال. عملية وشم القرنية بتتم في خلال دقائق تحت المخدر الموضعي، وعادةً الريزلتس أو النتائج بتاعتها بتكون يعني على صدن نشوفها على طول بعد إجراء العملية مباشرة. وللعلم تحت كل عين بنية هناك عين زرقاء، لكن كلما زادت الصبغة في القزحية تغير لون العين للأخضر أو البني أو الأسود. الأشخاص اللي كان عندهم إصابات مباشرة في العين زي الحوادث، الأشخاص اللي كانوا عملوا عمليات شبكية حطوا زيت سيليكون وأدى إلى إصابات بالقرنية، الأشخاص اللي اتولدوا بمية زرقاء أو ضغط بالعين وأدى إلى مشاكل بقرنية العين فأدى إلى فقدان الإبصار مع تشوه شكل القرنية، هم دول اللي بنقدر نعمل لهم التاتو أو وشم القرنية. أما الأشخاص اللي ممنوع نعمل لهم هذا الإجراء فهو أي شخص بيظن إن إجراء وشم القرنية هو لتغيير لون العين. لكن مهلاً، هناك تقنيات أخرى منتشرة لتغيير لون العيون كالليزر، تتم على قزحية العين والتي نشاهدها على مواقع التواصل، تغير لون العين بشكل لا رجعة فيه، ضررها كبير ويحذر منها أطباء العيون. تسليط الليزر على قزحية العين لتغيير لون العين هي أحد العمليات الخطيرة للغاية التي لا ينصح بها من جميع الأطباء، وحتى الكثير من الأماكن زي الأمريكان أكاديمي أو حتى الجمعية الإماراتية للعيون لا ينصح بها بالمرة، نتيجة أنها بتؤدي إلى فقدان الإبصار وضغط بالعين وجلوكوما لكثير من الحالات. 8 إلى 10% هم من يمتلكون عيون زرقاء على سطح الكوكب بحسب الإحصائيات. برأيكم هل سيزيد عددهم بعد هذه التقنية؟